يا جماعه انتوا شايفيني ديكتاتور لسبب ما، انا مش عارف ليه ولا ايه ولا ازاي ولا مين ولا احنا بنقول ايه. المهم يعني انتوا شايفيني ديكتاتور لسبب ديكتاتور لسبب ما، هي دي الكلمه اللي عايز اقولها. ماشي، ليه بقول كده؟ لان كل ما اعمل فيديو ميم زي الناس بتقول لي يا بيستي انت ما قبلتش الميمز بتاعتي، يا بيستي الميم بتاعي كان حلو، يا بيستي هي ميمي. فانا النهارده هعمل ايه بقى؟ النهارده هنشوف الميمز المتعلقه، يعني ميمز القناه. يعني ميمز القناه بس الميمز المتعلقه. متعلقه بمعنى ايه؟ بمعنى الميمز اللي مستنيه حد يقبلها او يرفضها. انا اللي هقبل وهرفض النهارده. ماشي، انا اللي هقبل. المهم يعني لو الفيديو ده عجبك في الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناه، مش مشترك وتفعل الجرس بقى وتتابعني. هو انا ليه النهارده غريب كده؟ تتابعني على السوشيال ميديا لو عايز، لو عايز يعني. وبجد قولوا لي لو الفكره دي عجبتكم، لان احنا بنمشي في ميمز المتابعين بس. كل ممكن لا استنوا يا جماعه لحظه بس، عشان انا تقريبا محتاج ان انا اعمل ريسيت. لحظه، نعمل ريسيت كده بس دماغنا كده، عشان ايه تقريبا؟ والله اعلم، والله اعلم، انا مش مركز قوي. على العموم يعني زي اللي كنت عايز اقوله ايه، بس لو الفكره دي عجبتك ممكن اعملها كل فتره لو الفكره دي عجبتك ممكن اعملها كل فتره والتانيه. يعني احنا كل ممكن فتره والتانيه كده نروح باصين كده الميمز المتعلقه ونبص عليها مع بعض. قول لي تحت في التعليقات. انا حاسس ان انا عبيط قوي النهارده، بس يعني عامه خلينا نخش في الميمز اللي يا رب تكون حلوه. يلا بينا. اوكي، اول بوست متعلق عندنا من محمد عبد الرحمن بيقول ايه كل ده؟ يوز كود بايستي. اوكي، قال يوز كود بايستي، تمام، بس خلينا نشوف ايه بقى ده. في ايه ده بقى؟ دي صوره. اوكي، هو يا جماعه عشان الصوره دي عباره عن اعلان مدته ساعه ونص، هو بيقول ايه كل ده على اساس ان هو يعني ايه كل ده اللي هو ليه طالع عندي اعلان كده. اولا تتفرج عليه كله ده اولا، ماشي. ثانيا ديكلاين، دوست عليه. ليه بقى؟ انا مالي يعني، انا مالي، اتعلم من الناس اللي بعديك. خلينا نشوف مثلا يوستو مينا. يوستو مينا بيقول فيديو قديم لبيستي ظهر ليا اعلان تاتس. لا حول ولا قوه يا ابني، ده رزق يا ابني ده اللي بيخلينا نكمل في القناه. الايديتور اللي بيمنتج الفيديو ده بيدفع له من ده. اتفرج على 3 ساعات، ايه المشكله يا سيدي؟ لا بهزر طبعا، مش هتفرج على 3 ساعات، بس هو ليه في اعلان 3 ساعات على يوتيوب؟ ايه الهبل ده؟ عامه ده مش ميم، هو ولا قبليه مش ميم، دول مش ميمز، ده مش ضحك، ده مش هاها. ماشي، فاحنا عاملين ايه؟ ديكلاين. هتقول لي بقى فيست انت مش عايز الناس تشوف ان انت بيجي عندك اعلانات طويله؟ انا عامل فيديو عن الموضوع، انا دلوقتي مطلعهم في الفيديو، انا مش عايز انكم تطلعوا، فاهم؟ شغلني شغل ده. اوكي، اللي بعده. صديق فوده، فين فوده نفسي يا اسطى؟ صديق فوضى بيقول اف بيستي ابلودد ا فيديو. خلينا نشوف الفيديو يا جماعه مع بعض وانتوا احكموا على الميم. خلينا نشوف، بسم الله. لما بيستي ينزل فيديو انا اوكي، رعب الديب ويب، ماشي، محاكي البنزينه، تمام، غدر المتابعين، ماشي، خميس المنوعات، انا مش هتكلم، حدوتة السحور. هو ايه، في حاجه تانية ولا ايه؟ الله يحرقك، ضحكت. طب هي ليه مش صوره؟ يعني لحظه، هو لحظه واحده، هو الفيديو لسه فيه؟ ده الفيديو لسه فيه. الو، ايه ده؟ ليه 53 ثانيه في الافيه ده؟ ضحكت بس مش عاجبني، انا عايز اعتذر. استنى ايش؟ الحمد لله رب العالمين. لحظه بس، برجع لارض الواقع بس، انا دخت والله. ماشي، اوكي، لا مؤاخذه. مهم، كنا بنقول ايه؟ انا خربت زيها والله. انا ضحكت في حته واحده وبصراحه كانت ممكن تبقى صوره، اعملها تاني صوره واختصر الكلام شويه. ماشي، ديكلاين. اللي بعده، علي ابو زيد بيقول شكلي وانا مستني هنري مع صعب، وحاطط الراجل اللي اتحرق في مليون ميم قبل كده ده. انا ما ضحكتش لان الميم ده اتحرق قبل كده كتير. ديكلاين، تحس ان انا شرير، انا عارف، بس هو ده جامد ده. كنت انا عامل فيديو بقول الست دي تنفع خلفيه وحطها خلفيه في الموبايل. ابروف، انا موافق. خلينا نشوف ايه ده. ايدز يوسف بيقول هو فيديو شفته على تيك توك عجبني وقلت اشاركه هنا عشان الكل يشوفه. ايه ده بقى؟ تلاقي اغنيه كوبي رايت على تيك توك، اغنيه كوبي رايت، هحطه لك، هوافق عليه، بس اغنيه كوبي رايت مش هطلعها في القناه. اللي بعده، ايه ده بقى؟ بص بقى، تعالى لي. ماشي، تعالى لي. علي ابو زيد بيقول بما ان الامتحانات خلصت، حلو، وحاطط ده، تعالى نتفرج على الميم ده مع بعض. مش قادر عالي، المفروض اضحك يعني، ده اللي وصلت. انا المفروض اضحك مع احترامي للشخص اللي قدامنا ده؟ اعمل ايه؟ كل شيء الا صوت. انا اسف يا اسطى، هل انا بطلع هنا؟ ما بطلعش هنا. اهي دي بقى النوعيه اللي بتيجي تقول لي بعدين انا حطيت ميم وانت ما قابلتوش. ايه علاقه الميم ده بالقناه سيد الفضل؟ يعني ما هذا؟ قول لي، وانت قولوا لي ايه علاقه الميم ده بالقناه؟ هننزل تحت كده، مش ديكلاين عليا بقى. بص بقى. هنعمل كده وهنروح دايسين ايه؟ ديكلاين بوست اند جيف فيدباك. هنعمل دي، ماشي، هنروح دايسين عليها كده وهنقول له ايه؟ ايه علاقه ده بقناه بيستي؟ على طول كده، ماشي؟ اول تحذير. ليه بقى؟ لان لو قريت قوانين القناه، انا هختار الرابعه دي. بص، رابع قانون ايه؟ بوستات ليها علاقه بالقناه الخاصه ببيستي، مش عارف ايه حجات دي، بس واحد في المتابعين هو اللي كده، بس يعني حاجات، فهنروح عاملين كونفيرم. خلاص، خلينا نشوف. برضه علي ابو زيد نفس الشخص، بما ان بيستي يبدو عليه على فيديوهات ايه؟
ايه ده اولا اديتور يا ريت يكون الفيديو ده كان معمول له بلر عشان مش ناقصين وورنينج تاني لان في العاب ناريه وبتاع مالناش دعوه اعمل له بلر خالص. علي ابو زيد انا مش عارف اقول لك ايه بس يعني ديكلاين اند بلوك لا بص مش عايز اعمل لك بلوك. علي ابو زيد انا اسمك حفظته ماشي نعمل لك ديكلاين بس خلي بالك من نفسك لو حطيت حاجه لو لقيت لك حاجه تانية في الفيديو ده لا حرام مش هعمل كده. خلينا نشوف دار شوالي. دار شوالي بيقولوا اخيرا نهايه اللعبه اللي احنا وبيستي فهمناها في الحلقه الاخيره. اوكي دي انا هعملها بروف الصراحه عشان ده بيتكلم على بيستي ومنبه وده وقت كويس. اقول لك هل انت مش شايف في بيستي ومنبه؟ هل انت عارف ان بيستي عنده خلاص ما بيستي ومنبه جامده جدا وفيها العاب تختيم كل يوم؟ هل انت بتحبني؟ يا ريت تشترك في القناه الموجوده تحت في الوصف. وبس مين اللي بعده او الديكلاين اللي بعده. من احلى السلاسل اللي اتعملت على القناه ميد باي مي وذ نورا شيكرز هيلب. ما تنساش كود بيستي او بايستي لا بايستي في ايتم شوب فورتنايت وايبك ستور. الله عليك خلينا نشوف. بسم الله. فازي اوكي بتاعنا البتاع اوكي انا عارف الفيديو ده ايه. الفيديو ده عباره عن تجميعه لمسيرتي الفنيه في لعبه محاكي الانترنت. انا هسيبها دي ولا هرفضها ولا هقبلها. هسيب حد من المودريترز هو اللي يشوفها ويقبلها لو عايزها لان في ناس كتير عملت البوست ده لان انا اقترحته على الناس وحطوه فانا مش عارف نقبل واحد كمان ولا لا. انا اسف شكرا ليك جدا والله. مين اللي بعده؟ عندنا اعتقد ده فادي عطا ما اعرفش ايه الاسم ده. اسم ايه ده؟ ده فضائيين اللي كاتبين الاسم ده تقريبا. هو ده بيقول كود بايستي ومش كاتب حاجه. خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بس فين الحلو في الموضوع؟ لا ممكن اقول اليكسا 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 اليكسا. اتخضيت والله اتخضيت ابروف والله العظيم اتخضيت. ايه ده ايه ده ايه ده. اوكي عندنا صديق فودة تاني بيقول حد خد باله من حاجه. ايه يا جماعه حد خد باله من حاجه؟ هو حد واخد باله من حاجه في الصوره دي؟ انا مش شايف. انتوا لو شايفين حاجه انا مش شايف. حد واخد باله من حاجه؟ انا مش فاهم والله. صديق انت عايز ايه يا صديق؟ ارفضها ولا هسيبها برضه؟ يلا هرفضها هرفضها مش عارف والله. اللي بعده يوسف حسن حمدي بيقول نزلت الميم متاخر شويه بس قشطه. الاجازه قربت تخلص. بيستي يوز كود بايستي. اوكي الاجازه بيستي محاكي مقهى الالعاب ستريم سهره الخميس فيديوهات ميمز جديده. يعني دي عارف اللي هو ايه الابروف؟ لو الابروف عباره عن حافه جبل هي ماسكه فيه كده يعني تطلع له كده فاهمين؟ فهنعملها ابروف نقول ماشي اوكي ما عنديش مانع موافقين. يلا اللي بعده. الميم اللي بعده من محمد ايمن احمد بيقول يوز كود بايستي. اوكي وحاطط صوره الست دي وكاتب لما تشرب تمر هندي ويطلع خروب. مش انا قلت في الفيديو الافيه ده؟ ليه انت اسمك ايه؟ ليه يا محمود؟ ليه يا محمود بتعيد الافيه يا محمود؟ ليه يا محمود؟ محمود ما بتضحكش محمود لما انا اقولها وانت تكررها. محمود والله محمود ديكلاين محمود انا اسف محمود ماشي ديكلاين. اللي بعده صديق فوده عملت البيست سكن وكتبت اسم الجوهره بالجواهر. بص بيلعب بمشاعر يا ولا بس ده مش سكني ده انا عيني مش زرقاء يا اسطى بس يا ولا والله لذيذ لو انت اللي عامله فعلا لذيذ بس انا ما بعرفش ازاي ان انا استخدم الحاجات دي فانا هعمل ابروف واخلي الناس ترد عليك انا ما اعرف. في واحد كان عامل لي سكن جامد جدا وما عرفش اخده منه برضه عشان ما بفهمش في ماينكرافت وما بلعبهاش اصلا ماشي. هعمل لك ابروف اهو اقول لك يا صديق. اللي بعده اللي بعده محمد مجدي بيقول بصراحه ما شفتهاش غير كده القطه وبيستي طلعتني من المايه ليه انقذتني نقول له مبروك. اول واحد يضحكني بجد بجد النهارده في الميمز المتعلقه فمبروك برافو عليك ابروف. دوس على الزرقاء. اللي بعده بيتر ماجد اما تنقذ القطه من الغرق في عز المطر وتهتم بيها اسبوع لحد ما تقف على رجليها فيقوم كلبك مصطادها. وحطتني على جمال عبد الناصر. بص هو هي هتضحك وكل حاجه وعارف ان هي هتضحك ناس كتير بس انا بحترم كل الناس وانا بشوف ان بوستات زي دي ممكن تزعل الناس وكده فانا ما بحبش ازعل حد مني وبحب احترم كل الناس وكل حاجه وما بحبش اتدخل في سياسات اي بلد او اي حاجه ماشي. انا هعمل ديكلاين انا اسف بس هي يعني انا كشخص كان ممكن اضحك لان انا ما عنديش اي ميول سياسيه فديكلاين. اللي بعده عندنا عمرو خالد بيقول ميم على السريع يوز كود بايستي البوس لما بتكون بتحاربه البوس لما تفتحه وهو شخصيه ممكن تلعب بيها. اوكي هو قصده ان انا لما بحارب لو بحارب سمكه القرش هتبقى كده لو انا سمكه القرش هبقى كده. انت كلب بس ابروف جامد الصراحه. الميم اللي بعده فيرو سامح بيقول بيستي في اخر فيديو لما يخلص اي فيديو يا اخي قول الحمد لله. الابروف ايه كده ضحكونا كده ايه كده. اللي بعده على فكره انا يومي حلو ديكلاين انا مايل انت يعني انت يعني كل الميمز اللي فاتت دي كانت عن الفيديو بتاع اللي هو يومك احسن او جبر الخواطر انا مالي ومالك. خلينا نشوف اللي بعده. احمد اشرف بيقول بيستي بقى موجود في فيديوهات ميمز بيس موبايل يوز كود بايستي. ايه مش فاهم خلينا نشوف ايه فيديوهات بيستي. اوكي في ايه في ده الشيء ده اوكي انا المفروض اخاف منه خلاص 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 عشان المزيكا تقريبا كوبي رايت. ما ضحكتش انا اسف يعني انا ما ضحكتش ف ديكلاين انا اسف انا اسف جدا والله. اللي بعده احمد ايه ابو حميد بيقول بيستي هو داخل يقتحم. ايه يا اسطى الميم ده الميم ده هو اللي شتاه يا اسطى في ايه ديكلاين يا عم هو ايه اسمك ايه اكتبوا لي بالعربي تحت في التعليقات ماشي. الميم اللي بعده شريت يا جماعه انتوا ليه اسميكم ما بقتش عربي كده. شيري تانيوس عزيز بيقول بتقول تقريبا هو مش ميم ومش مضحك قوي يعني بس دي حاجات خطرت على بالي قلت اعملها واشتركوا في قناه بيستي ومنبه. ما احبش الجمل دي بتضايقني لما نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب دي الحاجه الوحيده اللي ذميت فيها يعني تقريبا رب الشيطان يكون متعذب دلوقتي.
عموما مين الشيطان انا ولا انت؟ اوكي اوكي ما ضحكتنيش او ضحكتني عشان انا بحب الفيديو بتاع يا زلمه مين الشيطان بتاع ما باكل فاصوليا ده بيضحكني بس مين نفسه ما ضحكنيش. بس ممكن نتكلم عن قد ايه انا كنت قلبوزه في الفيديو ده مقارنه بدلوقتي. ممكن اوريكم حاجه لحظه والله خليكم فخورين بيا جدا يا جماعه. سيبكم هنا قاعد اوعى اوعى الخساسان فين الكرش بص غنم ده اوعى اوعى يعني عايزك تشجعني تحت التعليقات ماشي عشان اوصف من نفسي قوي. اوكي خلونا نعمل ديكلاين لجيري بكل انواع الحب. معلش يا جيري بقى ديكلاين اللي بعده. جو حسن بيقول انا خدت تايم اوت وحاطط قطه بتعيط في قناه بيستي عشان قلت له بكل عفويه انت تخنت. زائد هو قال انه مش حساس فقلتها بكل عفويه والله كانه اخويا الكبير. طيب بغض النظر انا وريتكم من شويه انا خسيت ماشي بس تخنت ما تخنتش انت مالك. هقول لك ليه بقول لك كده. افرض انا شخص نفسيته تعبانه وبياكل عشان متضايق انا بعمل كده وانا جاي اصلا الاستريم اساسا يعني عشان اضحك واهزر معاكم انت ليه تفكرني بحاجه زي دي؟ وبعدين لا بص هتقول لي اخويا الكبير انا اخويا الصغير لو قال لي كده يعني هزعله من الاخر لانه مالوش دخل. على فكره انا ابويا واهلي ما بيقولوليش انت تخنت انت خسيت محتاج تقص شعرك محتاج تحلق دقنك محتاج حاجه بيدخل في حياتي. لو هم ما بيدخلوش في حياتي انت مالكش اي حق ماشي الا لو انا فتحت لك الحق ده وقلت لك اتفضل قول لي ايه رايك في كذا. مش رايك ما تقوليش رايك ماشي بالحاجات الشخصيه يعني جسمي ربنا خليني حاجه معينه ما يخصكش ماشي. ديكلاين وده اول تحذير ليك يا جو. اللي بعده اياد تامر بيقول بانجي ها ايه تاني فخلونا نشوف. اوكي ده من ستريم من ستريم لعبه ديستني او ده كان ستريم سبونسر من لعبه من شركه بانجي عشان لعبه ديستني 2 فاتفرجوا لعبتكم سهله. بانجي يا ريت لما نيجي نعمل ستريم عندي تاني سبونسر تكون حاجه صعبه شويه انا بموت انا موت. اوكي ماشي وانا عملت ميوت بس يا جماعه عشان الموسيقى خلاص اتاكد مفيش حاجه في الاخر مفيش حاجه في الاخر. اوكي يعني مش هتكلم كتير ده اللي بنسميه ما طيتش انا هعمل ابروف بس ما نهيتش. اوكي خلينا نبص على الميم اللي بعده. عندنا راشد احمد بيقول ايه ده عقد عمل للبيع الى سلطنه عمان معلم باريستا خبره في العصائر والسويت ده انا اقول له ايه ده فين ده اقول له ايه اعمل له كده واعمل له ديكلاين وبلوك واروح مسحه ده جاي يحط اعلان هو انا الوسيط هو انا الوسيط يا اسطى والله انت بتعمل ايه والله انت بتعمل ايه ايه يا عم ده الميم اللي بعده يا عم. اوكي عندنا لؤي صابوني بيقول اول ميم ليا يا رب يعجبوك يعجب لحظه لا لا لحظه عشان فكرت في ايه استنى انا عيدها تاني. عندنا لؤي صابوني مين اللي سابوك يا اسطى بيقول اول ميم يا رب يعجبكم يسكت بايستي لما بيستي وجامايكا يروحوا مكان جديد وعايزين يعرفوا عن نفسهم. اوكي خلينا نشوف. اسلام سمير عبد العزيز من محافظه الشرقيه مركز ابو محمد جامعة كلية آداب جامعة الزاوية. حسام مصطفى خضر من الشرقية من الشرقية أبو محمد. اوكي هو انا ضحكت انا ضحكت بسبب حاجه واحده بس بسبب الفيديو نفسه برضو انما الميم ده بيضحك فانا اسف ليك ما عارف الناس تقول تعرف تقات لو انا شرير شويه بس ديكلاين الصراحه ما ضحكنيش. الميم اللي بعده عندنا عبد الرحمن محمد بيقول ازيك يا بيستي حاولت ارسمك من على التليفون بصباعي ملاحظه عمري 10 سنين يوز كود باي ستاري. طب والله حلو والله العظيم برافو عليك وحلوه جدا 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 اقسم بالله لو 10 سنين وعامل كده بموبايلك برافو الصراحه ابروف. لا الصراحه ده مبين له الحب تحت التعليقات يا جماعه. هنشوف اللي بعده. مين يا سامح بيقول انا نفسي افشفش الراوتر بتاع وي واللي جابوه وحاطط صوره للنت عنده فاصل تقريبا عشان كان بيتفرج على الستريم بتاعي. احنا مالنا يعني احترام دي ليك دي ما تضحكش يعني دي هتعمل دراما عندي في الجروب فاهم مش هتضحك فاهمني فانا مديك لاين انا اسف. مين يا سامح بيقول تاني اقبل يا ادمن لما اروح سايبر والراجل ما يقدرش يفتح لي الجهاز فاقوم امشي ملحوظ استخدم كود بيستي اري بايستي اري من فيديو محاكاه سايبر. الو هو ما دفعش انا بيتهيألي. اوكي هو دفع ولا ايه انت دفعت ولا ايه في ايه انا مش فاهم. مينا محتاج تشتغل على حاجتين حس الدعابه والنت بتاعك يعني انت واضح ان انت عندك مشاكل مع النت والسايبرات والانترنت والبتاع ده. مينا ديكلاين يا مينا واعتقد كفايه قوي على كده النهارده يا جماعه في الكلام ده. بص يا جماعه هي الفكره انه انتوا بتشوفوا الميمز وبتضحكوا عليها وانا بضحك عليها جدا 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 في الجروب لان انا بستنى فتره معينه عشان اشوف الميمز فاهمين. ومين اللي بيقبل الميمز دي؟ اللي بيقبل الميمز دي هم المودريتورز بتوع الجروب عشان هم عارفين حسي الفكاهي عامل ازاي وعارفين ايه اللي بيضحك قوي وبيحطوه يعني. وكمان ساعات انتوا بتلوني اصلا بشوف حاجات وبقول ما بتضحكش يعني ده عادي على فكره بس بتكون حاجات قليله جدا يعني. فاللي انتوا شفتوه النهارده بجد والله العظيم كان عباره عن اني ما خبيتش ولا ميم اللي رفضتهم او قبلتهم عليكم يعني. انتوا شفتوا دلوقتي احنا بنمر بايه عشان نصف لكم الميمز الحلوه. فقولوا لي ايه رايكم تحت في التعليقات هل انا كده كنت ظالم ولا فعلا الحاجات اللي انا عملتها ديكلاين يا اما ما بتضحكش يا اما ملهاش علاقه بالجروب يا اما ممكن تعمل مشاكل. قولوا لي انتوا تحت في التعليقات وبس كده يعني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه مش مشتركين وتفعلوا الجرس والكلام ده كله. دي فكره فيديو جديده يا جماعه يعني انا ما عملتهاش قبل كده او تقريبا ما عملتهاش قبل كده مش بالاسلوب ده. فقولوا لي تحت في التعليقات لو عايزين نعملها تاني هي ما بتضحكش قوي بس بتشوفوا حاجات غريبه من الاخر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه مش مشتركين. وانا اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. love you all.
تعبت واشتغلت تعبت واشتغلت تعبت واشتغلت سهرت واجتهدت ما يبانش في شغلي عارف اني بتعب فيه بجد دموع وعرق شغلي على قلبي زي العسل انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل عشانكم انا مكمل عشانكم انا مطول لحد ما تاني درع يجي لعندي ويفرمل يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي بيسمعوا قصه نجاح انا فيها الراوي